وافق مجلس الشورى برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة 30 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة صناعة وتجارة البحرين المرافق للمرسوم رقم 99 لسنة 2019.